الاوبريتورز. اي ستيتمنت في الكود هنكتبها هتبقى عبارة عن شوية داتا، سواء جيالي او انا اللي مكريتها، شوية functions، شوية variables. مين بقى اللي بينسق علاقات الناس دي كلها ببعض؟ الاوبريتور هو ذاك القصير المكير، هو ثاني اكسيد المنجنيز اللي التفاعل ما بيتمش الا بيه، هو اللي بينسق كل الاطراف بتاعة الكود ببعضها، داتا، functions، variables وهكذا. في السامبل البسيط اللي قدامنا دوت، اي حاجة متلونة بالاحمر دي اوبريتور. كام ستيتمنت دي كل الاحمر دوت اوبريتورز. هنبص بصة سريعة دلوقتي مع بعض على اشهر انواع الاوبريتورز واستخداماتها. طبعا اول وابسط اوبريتور هو الاساينمنت اوبريتور، او الاوبريتور اللي بيassign value في variable، اللي هو الرمز بتاعه علامة اليساوي. لما بكريت اي variable بحط له الفاليو بتاعته بالassignment operator. بعد كده عندي مجموعة من الاوبريتورز اللي بنستعملهم في العمليات الرياضية، اللي هي الارثماتيك اوبريتورز. العمليات الرياضية الأساسية كلها، اللي هي الجمع والطرح والقسمة والضرب والمودولس أو باقي القسمة. طبعا يعني الوظيفة بتاعت كل اوبريتور منهم واضحة، احنا بس هنقول كام نوت كده على العمليات الرياضية، وخصوصا القسمة وباقي القسمة. مبدئيا كده عايزين نطرح سؤال: لو انا هقسم اتنين variables على بعض وهحط الناتج في variable تالت، اختار ال variable التالت دوت نوعه ايه؟ يعني اكيد الاجابه المنطقيه للسؤال دوت ان انا لازم يبقى الفاريبل اللي هيشيل ناتج القسمة يبقى فلوت، لان ناتج القسمة بنسبه كبيره هيطلع فيه كسور، والفلوت هو الداتا تايب المخول ليه ان هو يتعامل مع الكسور. فده منطقي، لكن الحقيقه ان في تركه لازم ناخد بالنا منها، انه لو انا قسمت اتنين انتجرز على بعض الكسور هتضيع. يعني الكومبايلر لما بيقسم رقم انتجر على رقم انتجر ما بيطلعش الكسر، بيطلع باقي القسم، بيعتبر ان انا بتعامل بس بالاعداد الصحيحة. طيب عشان اطلع اخلي الناتج يطلع فيه الكسور، لازم يبقى احد الطرفين او كلاهما فلوت. يعني انا لو هنا لو قسمت فلوت على انتجر هيطلع الكسر عادي، او قسمت انتجر على فلوت، لو قسمت فلوت على فلوت وهكذا. فلازم ناخد بالنا جدا، لان دوت خطأ متكرر، ان انا لو البرنامج بتاعي بحتاج ان انا اقسم فيه والاوتبوت لازم يبقى بالكامل بالكسور انا هستعمله، لازم اخلي الفاريبلز اللي انا هقسمهم على بعض الاثنين، يفضل ان الاثنين يبقى فلوت، او على الاقل احدهم يبقى فلوت اللي هيبقى شايل الكسر. القسمة على زيرو بتطلع ايرور، يعني مفيش في الرياضة حاجة اسمها ان انا اقسم على زيرو، وبالتالي لو انا قسمت على زيرو في برنامج دوت هيكراش، يعني هيطلع هي هيضرب يعني هيطلع ايرور. طيب لو انا هقسم اتنين انتجرز على بعض، من هنا بقى بيجي أهمية المودلس. المودلس اوبريتور أو باقي القسمة، ده الاوبريتور اللي بيطلع لك باقي قسمة رقمين انتجرز على بعض. فلو أنا أساسا قسمت 7 على 4، فالمفروض 7 على 4 فيها واحد ويتفضل 3، فلو قسمت 7 على 4 هيبقى الناتج بواحد. ولو انا محتاج باقي القسمه بعمل اوبريشن، اللي هي بعمل بستعمل مودولس اوبريتور عشان اطلع 7 على 4، ده هيطلع لي 3. 3 اللي هي باقي القسمه، الاوبريتور ده المودولس اوبريتور ده بيطلع باقي القسمه، 25 على 3 3 21 وتفضل 4، فالمودولس دوت هيطلع لي 4. اشهر تطبيق للمودولس اوبريتور او علامه او يعني ناتج القسمه، لما عايزه تشيك هو الرقم اللي معايا دوت بيقبل القسمه على رقم معين ولا لا. يعني مثلا يقول لك الرقم ده بيقبل القسمه على 3 ولا لا،
واديك رقم كبير يعني، مش مثلا مش 6 ولا 9 ولا بتاع. فببساطة انت هتقسم الرقم دوت على، قصدي يعني هتجيب المودلس بتاعه على 3، فلو ناتج الريمايندر بتاع المودلس لو بصفر يبقى كده الرقم ده، الرقمين دوت بيقبلوا القسم على بعض، لو طلع اي ريمايندر يبقى مش بيقبل القسم على بعض. في حركة ظريفة كده بتتعمل بتختصر الوقت، ان احنا نعمل كومباينيشن ما بين اريثماتيك اوبريتور، اوبريتور يعني اكشن يعني رياضي اريثماتيك اوبريتور، والاساينمنت اوبريتور، فنعمل خطوتين في خطوة واحدة. يعني مثلا بدل ما اقول اكس بتساوي اكس بلس واي، بنكتبها اكس بلس يساوي واي، فالبلس يساوي ده الكومباينيشن دي يعني استعضنا عنها عن الخطوه دي، اكس ماينس واي اكس، يعني بتطبق لكل الارثماتيك اوبريتور مع الاساينمنت اوبريتور. لازم اعمل ده؟ لا مش لازم تعمل ده، بس لازم تبقى عارفه عشان لما تشوفه في كود تفهمه. انا خلاص لا انا عايز اكتب الفورم دي، اكتب الفورم دي مفيش مشكله، بس لما تشوف الفورم دي تبقى فاهمها، لما تشوف الفورم دي تبقى فاهمها. الانكريمنت والديكريمنت اوبريتورز، هو ان انكريمنت يعني زياده وديكريمنت يعني نقصان، ان انا بزود فاريبل او بنقص فاريبل بوان ستيب، بخطوه واحده بس. يعني الفاريبل مثلا يبقى 3 اخليه 4، او يبقى 3 اخليه 2، بزود عليه 1 او انقص عليه 1. طيب بتتكتب ازاي؟ بتتكتب مثلا اكس بلس بلس او بلس بلس اكس. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اكس ماينس ماينس او ماينس ماينس اكس، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين ان في حاجه اسمها بري انكريمنت وفي حاجه اسمها بوست انكريمنت. بري يعني قبل او سابق، وبوست يعني بعد او لاحق. البري انكريمنت بزود الاول وبعدين انفذ الفاليو، البوست العكس، انا افاليويت الاول انفذ الفاليو وبعد كده ازود، وهكذا برضو بالنسبه للديكريمنت. طب يعني احنا اتلخبطنا، خلينا نبص على مثال بسيط. انا هنا عرفت فاريبل انتجر اكس وديته فاليو 5، لو انا قلت الانتجر واي بتساوي بلس بلس اكس، ده ايه؟ ده بري انكريمنت، يعني هانكريمنت الاول، هانكريمنت اكس الاول وبعد كده انفذ. طيب انتجر واي بتساوي بلس بلس اكس، انكريمنت اكس الاول، يبقى اكس بقت بكام؟ ب6، وبعدين احطها في الواي، يبقى كده بقت اكس ب6 وواي ب6. طيب انا هغير الستيتمنت، هخليها انتجر واي بتساوي اكس بلس بلس، ده بوست انكريمنت. البوست انكريمنت يقول لك ايه؟ يقول لك خد الفاليو الاول وبعد كده زودها. طيب انتجر واي بتساوي اكس بلس بلس، كده الواي هتاخد قيمه الاكس اللي هي لسه ب5، وبعدين وبعد كده اروح مزود الاكس، يبقى الاكس، يبقى الواي خدت ال5 والاكس زادت بقت ب6. يبقى انا لو طوعتهم هيطلع دلوقتي ان الاكس ايكوال 6 والواي ب5. تاني لازم اكتب الفورمز دي؟ مش لازم تكتب الفورمز دي لو انت مستصعبه، لكن لازم تبقى عارفها عشان هتشوفها كتير جدا في الاكواد وبرضه في اللوبس. في احنا كام سلايد بعد كام سلايد هنتعامل مع اللوبس، ففي اللوبس هنستعمل الستيتمنت ديت. الريليشنال اوبريتورز، الريليشنال اوبريتورز ديت اوبريتور بتعمل لي مقارنه ما بين تو فاليوز. طيب والناتج المقارنه ده يبقى ايه؟ يعني لما بسأل سؤال هو محمد أطول من علي ولا لأ، دي مقارنة، الناتج بتاع المقارنة دي هيبقى ايه بقى؟ اه محمد أطول من علي، أو لأ محمد مش أطول من علي، يعني ترو أو فولس، اه أو لأ. فكل الكومباريزونز ديت الناتج بتاعها بيبقى ترو أو فولس. الكومباريزونز المشهورة كلها هي أكبر منه أصغر من، أكبر منه أو يساوي، أقل من أو يساوي، أو الإيكواليتي اللي هي يساوي ولا لأ، هو محمد قد علي ولا لأ، لو قد بعض هيبقى اه، لو مش قد بعض هيبقى فولس، هيبقى لا. ونوت ايكوال لا يساوي، يعني لو الانيكواليتي دي بتشيك
هما مش بيساووا بعض ولا لا، يعني لو مش بيساووا بعض هترجع ترو، لو مش بيساوي بعض نركز، بس لو مش بيساوي يعني دي عكس دي، لو مش بيساوي بعض هيرجع ترو، لو بيساوي بعض هيرجع فولس. طيب الايكواليتي بقى اوبريتور اللي هو يساوي يساوي دوت عامل لنا ازمه. ليه؟ لان ابن خالته اللي هو الاساينمنت اوبريتور اللي هو يساوي واحده، دي بتاساين فاليو، دي بتحط فاليو في فاريبل، والايكواليتي اوبريتور لا، ده بيقارن بيرجع لي ترو او فولس. ففي خطأ شهير ساعات ناس بتعمله ان هي تنسى، مثلا انا بحط كونديشن هنا اكس بتساوي تساوي 6 ولا لا، اكس ايكوال 6 ولا لا، ده كونديشن بيرجع ترو او فولس. فدايما في خطأ شهير ان حد ينسى يساوي الثانية، فكده ما بقاش كونديشن، كده كأنه بيقول اكس بيساوي 6، وانا لما بسال الكومبايلر هو اكس بتساوي 6، يعني لما بقول له لما الكونديشن ده مفيش حاجه في الاساينمنت اوبريتور ترجع لي ترو او فولس، فهو هيعتبرها دايما بترو. ف يعني خلي بالنا بس لما بكون بستعمل الايكواليتي اوبريتور في المقارنه ما انساش اليساوي الثانيه عشان ما يطلعليش ما يبقاش في لوجيك في مشكله فيها لوجيك. يعني اللوجيكال اوبريتور، اللوجيكال اوبريتور انا مش عارف الحقيقه انتوا خدتوا في الالكترونكس لوجيك جيت ولا لا في الديجيتال الكترونكس، بس يعني حتى لو ما خدناهاش الموضوع بسيط جدا. يعني اللوجيك اوبريتور بقارن ما بين تو فاليوز بثلاث طرق مختلفه احيانا. لا هو يعني واحده بتقلب، يعني النوت لوجيك ديت بتقلب الفاليو بتاعه، يعني لو انا عندي فاريبل بترو بتخليه فولس بتعكسه يعني، ولو عندي فاريبل بفولس بتخليه ترو. طب الاثنين التانيين الاند والاور، الاند والاور بيقارنوا ما بين تو فاليوز وبيقولوا لي الاثنين دول هما الاثنين ترو ولا واحد منهم ترو وهكذا. هنبص على الكونديشنز ديت بالتفصيل دلوقتي. النوت دي اسهل واحده فيهم. لو انا عندي فاليو بيقلبها، يعني انا دلوقتي مثلا لو انا عندي بتشيك على فاليو بتاعت الاكس، انا بالنسبه لي هعتبر لو الاكس اكبر من 100 انا هعتبر كده ان الاكس كبيره جدا ولازم اخد اكشن. فانا هو بعرف بوليان فاريبل بقول لو الاكس اكبر من 100 فالتو لارج يعني لا دي كبيره جدا هخليها بترو. ده اهو ده اوبريتور هيرجع لي ترو او فولس، ده كومباريزن اوبريتور هيرجع لي ترو او فولس. لو الاكس اكبر من 100 لا ده كده كبيره جدا فانا هملى ده بترو. طيب اف نوت تو لارج، نوت ده هيبقى ايه؟ يعني لو ده بترو هيخليه بفولس، اف نوت تو لارج هعمل كذا، إلس هعمل كذا. فالنوت هي بت انفرت بتعكس الفاليو بتاعه الترو او فولس، لو حاجه جايه لي بترو بتخليها فولس، لو حاجه جايه لي بفولس بتخليها ترو. طيب الاور، الاور انا بتشيك على تو كونديشن، يعني مثلا لو عندي كونديشن اي وكونديشن بي انا بتشيك على تو كونديشن، بقول لو ده اتحقق او ده اتحقق انا موافق، يعني لو واحد منهم بس ترو انا موافق. مثال انا هقول مثلا ان انا محتاج اكون تيم يعمل بروجكت، التيم دوت يبقى من قسم اتصالات او حاسبات، فلو الطالب جاي لي من قسم اتصالات هوافق عليه، من قسم حاسبات هوافق عليه، لو كلهم من اتصالات مفيش مشكله، لو كلهم من حاسبات مفيش مشكله. فلو الكونديشن واحد بس اتحقق هيبقى ترو، يعني لو الاي ترو والبي ترو ترو هتلاقي كلهم ترو. ايه الحاله الوحيده اللي هيطلع فيها فولس؟ لو الاثنين فولس، لو الطلبه اللي جايين لي مثلا ميكانيكا ومدني فلا انا كده فولس، انا كده هرفض الاثنين. نبص على سامبل سريعه، لو انا خدت فاريبل من اليوزر وعايز اتشيك هو الفاريبل اليوزر دخله دوت باينري ولا مش باينري، باينري يعني يا اما زيرو يا اما واحد، غير كده يبقى القيمه دي مش باينري. فانا عايز اتشيك بس هو زيرو او واحد ولا لا، لو اليوزر دخل زيرو انا موافق، لو اليوزر دخل واحد انا موافق، لو دخل حاجه ثالثه لا. يبقى احنا بنشيك هنا لو الفاليو بتساوي تساوي زيرو ده كونديشن لوحده هيرجع ترو او فولس، او الفاليو بتساوي واحد
ده برضو كونديشن لوحده هيرجع ترو او فولس. لو واحد من دول اتحقق خلاص يبقى كده باينري، خلاص انت كده فعلا دخلت زيرو او واحد. إلس دخل حاجة تالتة، دخل سبعة، دخل تمانية، اي رقم، يبقى انا كده هقول له لا انت ما دخلتش زيرو او واحد. طيب الاند اوبريتور، الاند اوبريتور بقى شرير شوية. الاند اوبريتور لازم الشرطين يتحققوا والا هيزعل. لو انا بقول الكونديشن ايه والكونديشن بي لازم يبقوا ترو عشان الاند اوبريتور ده ترجع ترو، فلو ده ترو وده ترو هيرجع ترو، غير كده لو واحد منهم بس فولس هيرجع فولس. يعني مثلا انا هقول ان انا محتاج اكون تيم من الطلبة لازم يبقى ولد ولازم يبقى سنه اكبر من 17 سنة. طيب لو جات بنت عايزة تنضم للتيم هنطردها، لو جاه ولد سنه اقل من 17 سنة هنطرده. لازم يبقى التو كونديشنز متحققين والا الاند اوبريتور دوت هيزعل. نفس يعني خلينا نبني على مثال شبه اللي فات. لو انا عايز مثلا ان اليوزر يدخل لي قيمه ما بين ال 10 وال 20، يعني من 1 ل 19، فانا هتشيك على كونديشن اهو الفاليو اللي جات لي من اليوزر اهي. لو الفاليو دي اكبر من 10 هيرجع ترو، اقل من 20 هيرجع ترو. ففي الحاله دي الكومباينيشن ده الاند اوبريتور ده لو على شماله ترو على يمينه ترو هيقول لي اه تمام والله ده انت دخلت فعلا فاليو من 10 ل 20. اذروايز اي قيمه تانيه لا هيزعل، هيقول لا انت ما دخلتش انت فولس كده. لازم يكون تو كونديشنز يتحققوا. في عندنا اوبريتور ظريف اللي هو السايز اوف اوبريتور. السايز اوف اوبريتور دوت بيرجع لي السايز بتاع الحاجه بالبايتس، الحجم بتاع الحاجه اللي هديها له دي بيرجعها لي بالبايتس، يقول لي حجمها في الميموري كام بايت. ده مثال ظريف اتمنى تنفذوه بايديكم. يعني هيرجع السايز بتاع كل داتا تايب. يعني احنا في الجدول بتاع الداتا تايبس بتاع في الفاريبلز قلنا مش عارف الكاركتر بياخد في الميموري 1 بايت، الانتجر بياخد 4 بايتس وهكذا. فاحنا هنا بنتشيك على السايز اوف وبنديله يعني داتا تايبس مختلفه وهو بيرجع لنا القيمه بتاعتها بالبايتس، يعني ده 4 بايت، 2 بايتس، 8 بايتس وهكذا. الكونديشنال اوبريتور ده بقى برنس، ده بيعمل ثلاث خطوات في ستيتمنت واحده. بيشتغل ازاي؟ باخد كونديشن ما، الكونديشن ما دوت المفروض يبقى الناتج بتاعه يا اما ترو يا اما فولس. طيب الكونديشن ده اتحقق بعمل الاكشن ده، لو ما اتحققش بعمل الاكشن ده. طيب السيمبلز او الرموز المستخدمه فيه ايه؟ علامه استفهام والنقطتين دول، يعني بحط كونديشن واسال سؤال، كونديشن اتحقق؟ اه اتحقق، فبنفذ الاكشن ده. لا والله ما اتحققش، بنفذ الاكشن التاني، الاختيار التاني. خلينا ناخد مثال. انا هنا بقول يعني عندي variables a و b كل واحد له قيمة، فبقول ال c بتساوي ايه بقى؟ a اكبر من b، a اكبر من b دي ده comparison operator بيرجع لي true او false. طيب لو a اكبر من b، لو الشرط ده اتحقق يبقى c بتساوي a، طب ما اتحققش يبقى c بتساوي b. البرنامج ده بيعمل ايه؟ البرنامج ده بياخد الرقم الاكبر، يعني بيعمل مقارنه ما بين رقمين وبيرجع لك الرقم الاكبر. فالاوتبوت بتاع البرنامج ده هيطلع كام؟ لو الاي بتساوي 2 والبي بتساوي 7 فهو هيطلع 7. طبعا انت ممكن تعدل في البرنامج تخلي اليوزر يدخل رقمين وانت تقارن ما بينهم وترجع له الاكبر. لتالت مره، هل انا لازم استعمل الاوبريتور ده؟ ما انا ممكن اكتب الموضوع ده افرده على 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 كذا ستيتمنت. لا مش لازم، بس لازم تعرفه عشان لما تشوف كود مكتوب بيه تفهم.